ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن نوع من أجمل وألطف أنواع الكلاب، وهو البومرانيين. أولا تاريخ النوع. بتنحدر أصوله من شمال ألمانيا وغرب بولندا، لأن الدولتين على الحدود مع بعض، وبيرجع تاريخ سلالته للقرن الـ18 للعصر الفيكتوري. ثانيا شكل النوع. من أجمل الكلاب اللي هتشوفها في حياتك، بيكون فروته كثيفة ولونها ذهبي، ولكن في منه ألوان كتير زي البني والأسود والأبيض. ارتفاع النوع بيتراوح من 18 ل 30 سنتي، ووزنه من 2 ل 4 كيلو جرام. ثالثا استخدامات النوع. كلب زينة جميل، كان بيصاحب نبلاء ألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة، وبيعتزوا بامتلاكه، ولحد يومنا النهاردة النوع ده من أفضل أنواع كلاب الزينة والعائلات، وكمان بيستخدم لمساعدة الناس اللي عندها اكتئاب، قلق أو رهاب اجتماعي. رابعا سلوك النوع. كلب طيب جدا جدا، ما عندوش أي شراسة تقريبا، محب لصاحبه بطريقة رهيبة، وبيتعلق بيه جدا. سلوكه ممتاز ومناسب لعائلات والأطفال. خامسا رأيي الشخصي. لو انت بتدور على كلب شكله وسلوكه جميل ويناسب اسلوب حياتك الهادي، او لو عندك اطفال، فالكلب ده مناسب ليك جدا، لانه بيتطبق بشخصيتك وطاقته قليلة، وكل اللي عايزه ان يبقى معاك. شكرا للمشاهدة، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.